دخلت إيران بعد عام 2003 الأسواق العراقية وبقوة، حيث غزت منتجاتها الغذائية والصناعية الأسواق العراقية وبشكل ملفت منذ ذلك التاريخ. السوق العراقي حقيقة بات اليوم يبحث عن نوعية جيدة، يبحث عن إمكانيات أكبر من الإمكانيات التي لربما يطرحها السوق الإيراني للمستهلك العراقي. طهران أقرت بهذا الغزو الاقتصادي وأعلنت أن العراق تصدر الدول المستوردة منها، الأمر الذي دعا التجار العراقيين إلى المطالبة بإعادة الاعتماد على المنتج المحلي. كان عندنا منشأة أور هي تنتج المقاطع الأساسية، وكانت أغلب المكاين مكاين يابانية استوردت في وضع في عام 1973 تقريبا أو 77 حسب ما أظن، استوردت هذه المكاين ونصبت في منشأة أور في مدينة الناصرية مدينة محافظة ذي قار، مما صار إنتاج عندها وفير والإنتاج كان درجة أولى وفق المواصفات العالمية. وعلى أثر ذلك شن الناشطون العراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة السلع الإيرانية، محملين الحكومة وأحزابها مسؤولية تدهور الاقتصاد العراقي. يعني لا يوجد لدينا أمن غذائي، لا يوجد لدينا جهاز سيطرة نوعية يفحص هذه المواد ويشيك هذه المواد، وبالتالي هل هي مواد رصينة أم غير رصينة. هاي كل البضائع اليوم اللي تدخل لنا من سيارات وأجهزة ومواد غذائية، جميعها هي مواد منتهية صلاحيتها، مواد غير رصينة، ولكن هذا هو السبب وهذا الابتلاء الذي عم بكثرة الأحزاب بالعراق وكثرة التجار الذي تنفذوا في الحكومة وتنفذوا في الأحزاب وهم من تسيدوا عجلة التاجر. غزو اقتصادي إيراني للعراق يقابله رفض شعبي وحملات مقاطعة للمنتجات الإيرانية التي أثرت سلبا على المنتج المحلي وأصبحت عبئا اقتصاديا على البلاد.